منذ إطلاق الجواز السياحي في 16 من يونيو من قبل هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وهو يقدم تجربة ممتعة في ربوع المنامة، ويتيح الجواز للزوار التعرف على أبرز المعالم السياحية واستكشاف عراقة تاريخها وكنوزها الحضارية ووجهاتها السياحية المتميزة. أطلقت هيئة البحرين للسياحة والمعارض الجواز السياحي. هذا الجواز الذي يقدم لكم فرصة التعرف على 18 موقعا مختلفا، منها المواقع الترفيهية والثقافية والتراثية والمجمعات التجارية والواجهات البحرية في مملكة البحرين. التجربة مثل ما نقول هي فيها حركة، فيها شيء مختلف، أن الواحد يروح يستكشف المناطق أو أبرز المعالم السياحية اللي موجودة في المنامة. عندنا ما يقارب من 18 موقع تقريبا مدرج في الجواز، وعلى كل شخص أنه هو يروح كل منطقة ويمسح الكيو آر كود اللي موجود في الجواز، بحيث أنه هو يندرج من ضمن الأشخاص اللي زاروا هاي المناطق المذكورة. الهدف من هاي الجواز ان احنا نبي نروج حق ابرز المعالم السياحيه الموجوده في المنامه. بين الاصاله والحياه العصريه ينقلنا الجواز السياحي في كل من سوق المنامه للتجول في ارجاء السوق والتعرف عليه عن قرب، ومتحف دائره البريد القريب منه والذي يعتبر اول مكتب للبريد في المنامه، وقلعة البحرين التي تعتبر أحد مواقع التراث العالمي المسجلة على قائمة منظمة اليونسكو، وجامع الفاتح وهو واحد من أكبر المساجد في العالم، ومساحة الرواق للفنون، ومسجد الخميس وهو أقدم مسجد في مملكة البحرين، وبيت السلال وهو مقر لحفظ جزء هام من التراث البحريني. ولمحبي الطعام سوف ينقلنا الجواز إلى بلوك 338 وخليج البحرين، إضافة إلى البحرين هاربر. ولمحبي التسوق سينقلكم الجواز إلى مودا مول ومجمع سيتي سنتر البحرين والأفنيوز ومجمع العالي وأخيرا مجمع السيب. أما محبي الشواطئ والرياضات البحرية سينقلكم الجواز إلى شاطئ الواتر جاردن سيتي وجزيرة الريف. متحف البحرين الوطني كان هو المحطة الأخيرة في هذا التقرير الذي أعطاكم لمحة عن المواقع المتواجدة في هذا الجواز الذي سوف يعطيكم تجربة رائعة في مملكة البحرين. شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.